ضيفتنا هلا مشاهدينا ممثله لبنانيه انطلقت بعالم التمثيل من الباب الواسع مع دور البطوله بفيلم حبه لولو، من بعده شفناها وكمان حبيناها كثير بفيلم نسوان، وحاليا عم نشوفها بمسلسل او رح نشوفها هالاسبوع بمسلسل 24 قيراط عبر شاشه الام تي في. هلا نحن بنعرف انه هي عينه على النجوميه وما عندنا شك انها رح توصل مش بس للنجوميه انما كمان للعالميه، لانه براينا هي بتملك كل مواصفات النجوميه. بنرحب بالممثله زينة مكي، اهلا وسهلا فيك زينة. ثانك يو، ميرسي على الانتروداكشن، متعقد. شرفتينا. صباح النور. انت من الممثلات اللي اختاروا خط خاص لهم من البدايه، مع انه مش من زمان انطلقتي من عده سنوات، ولكن من اول دور لك لفت الانظار بطلتك بادائك بهدفك اذا بدك، مع انه التمثيل ما كان خيارك الاول، انت خلقتي وربيتي بالكويت وجيتي تدرسي بلبنان وتخرجتي من جامعه الانديو عام 2012، كنت حابه تعملي مخرجه اخراج، وبالصدفه دخلتي عالم التمثيل واشتغلتي امام الكاميرا. صح. خبرينا كيف صارت القصه. هلا بيني وبين حالي كنت كثير بدي اكون ممثله، بس هذا كان الباشن يلي ما بخبره لحدا. يعني درستي الاخراج ولكن اكتشفت انه شغفك الحقيقي هو التمثيل. ايه اكتشفتها بثلاث سنين انا بالجامعه، صرت اخذ كورسز تمثيل ومثلت باكثر من 10 افلام قصيره، منها شارك بمهرجانات عالميه، وهون صرت بيني وبين حالي اقول انه اف لا، عم حب هيدا اكثر من هيدا. وبعدين الصدفه لعبت دورها بعد ما تخرجت، يعني كان بيور تشانس، يعني اوبورتونيتي كانت بفيلم حبه لول مع المخرجين ليال رشحالي. كمان اختارتك باللحظة اللي شافت فيها صورتك، ما ترددت، قالت هيدي الممثلة اللي بدي إياها، وتم اللقاء بينك وبينها. بعد يومين حصلتي على دور البطولة بالفيلم، وكانت أكيد مفاجأة لإلك كتير. وانطلقنا وانطلقنا من هون. بأحد أضخم المسلسلات اللي عم تقطع حاليا خلال شهر رمضان المبارك وعلى الام تي في 24 قيراط، زينة مكي عندك دور بعد ما اكتشفناه، لانه بعد يومين بتظهري بالمسلسل. شخصيتك بتبين، اسمها ميمي، بتحكي لنا عنها شوي. ميمي هي بنت ليل، الطبقه المخمليه كلاس اي، يعني ما بتبين، يعني وين تشوفها وتقول انه هيدي بروستيتيوت، وعندها زباين كمان من الطبقه المخمليه. بس ميمي حدا دائما بحكم عقله مش قلبه مش عقله، بنت كثير بسيطه بنشوفها انه كانه شي دازنت فيت بهيدا الشيء. نعم. وبتنغرم بحدا من الزباين وبتفوت بمتاهات، يعني وكانه هالمهنه مش لها، لانه قلبها كثير طيب. ايه؟ وشكلها ما بيوحي ابدا انه أبداً. هيدي هي مهنتها، وبتنغرمي بباسل المغنيه. نعم. اكثر من هيك ما رح نعطي تفاصيل، لانه مثل ما فهمنا انه في اشياء بعد لازم نتركها مفاجات. ايه طبعا. زينة، بعد فيلمين حققوا نجاح كبير على شباك التذاكر بالسينما، شو اللي خلاكي ترجعي للشاشه الصغيره؟ قد ايه مهم هالعمل حتى اقتنعتي فيه ورجعتي للشاشه الصغيره؟ اكيد حيلا دور بيكون هيك ستيب، يعني اتس تشالنج لإلي، يعني دور بالنسبه لإلي هو بيرسونال اكسبيرينس لإلي، ما بهمني وين كان. هلا انا بضل فضل السينما اكثر تو بي اونست، يعني بس شفت الدور بعيد وفي اعطيه، يعني في اي كان بلاي وذ ات شوي، فمش غلط يكون اكسبيرينس. اكيد العمل كثير ضخم وفي معي اسامي كثير مهمين، قلت I'll give it a chance، الدور كثير حلو وايه حلو تثبتي حالك كمان بشيء مختلف عن السينما. كيف تحضرتي لهيدا الدور؟ يعني هالشخصيه اللي عندك اللي عم تلعبي ميمي، ما مفروض تبقى، يعني في لايرز بالكاركتر، مفروض اشياء تخبيها، اشياء يفهمها المشاهد، اشياء تتركيها لبعد شوي. كيف حضرتي حالك للدور؟ هلا هي مثل ما مكتوبه، ميمي راقصه شرقيه كمان، قلت لا تلعب باللايرز، تو اد لايرز اي هاف تو بي مور ديسنت، يكون اكثر ميمي البنت اللي نو واي توحي بهذا الشيء. يعني هذا اول نقطه لعبت عليها. ثاني شيء اخذت صف رقص شرقي. انا برقص بالي سو بقي الرقص الشرقي من هواياتك المفضله اصلا، الرقص ايه بس مش شرقي، سو ات واز تشالنج، لانه بالي كلاسيك ما خصه ابدا بالشرقي، فتعلمت كمان. و أنا عم بقرا النص، تشوف صرنا أنا وفي ديما قندلفت المثل السورية كل ما شهدي. نعم. معها بتكون هي الباس تبعي، فكنا اون سيت كمان نخترع قصص كثير مهضومة، يعني وي يوز تو ورك اون كاركتر كمان نحن على السيت. زينة، هالدور مثل ما قلتي كان تحدي كبير لإلك، وهي من الأسباب اللي أنعتك فيه، ولكن كان في تحدي أكبر لإلك خلال التصوير، لأنه بنفس الوقت كنت عم بتصوري مسلسل آخر. نعم. ودورين ما بيشبهوا بعض أبدا بالعمل الآخر، عم بتمثلي دور امرأة محجبة. صحيح. قد ايه كان صعب عليك لتقدري تأدي هالدورين اللي هالقد بعاد عن بعض؟
كثير صعب. وهل كل التصوير فعلا بنفس الوقت؟ لا اكمل على سؤال رولا، يعني كنت من نهار هيك نهار هيك؟ نهار هيك بدك تطلع من كاركتر تفوت بكاركتر ثاني. هلا المشكله كمان انه بعاد كثير عن بعض، which is شيء كثير منيح، لانه اذا قدرت اثبت حالي باثنين، انه عم بثبت حالي انه انا في مثل دور prostitute بذات الوقت امرأة متدينة كتير ومحجبة، بس في بتخافي كمان انه من انتقادات الناس انه كيف عم تمثل هذا الدور بذات الوقت هي هيك. سو جربت قد ما في انه دور ميمي بالذات كان في كتير اتعمق فيه ويكون اكتر كتير بعيد عني، بس خليتها اكتر decent تتكون يعني عملتي compromise. شو بنسميه compromise؟ اخذت قرار بزعل بوعي ايه؟ انه يعني اراء الناس هذا فن بالنتيجة، والناس رح تنتقد إن عملت هيك أو ما عملت هيك، في ناس رح تنتقد. فهلأ ما بقى أنت شفتي، يعني شفتي مشاهد أو رح تكتشفي معنا كمشاهدين؟ لا رح اكتشف معكم مين ما بعد، ما بعرف شيء. أوكي. يس. ما بتعتلي هم إنه هذا الكومبرومايز بركي ما كان لازم نعمله، أو كرمال الفن وكرمال التمثيل وكرمال؟ بلا، بس فكر لي كذا شغل، إنه غير إنه رمضان، ما حقول إنه لأنه رمضان عطيتها ديسنسي لأنه هي مكتوبة بطريقة كتير مرتبة، بس ما بندم على الكومبرومايز يعني. كانت بمحلها، كان بمحلها بفتكر ايه، وفادتني لانه عطيتها مثل ما قلنا لاير انه هي المرة ديسنت، يعني هذا الشيء اللي بغش العالم. نعم. ففادت هالرواق اللي فيها والشوية الديسنسي فادتني بمحل انه بتغشكم، يعني ما بتعرف اذا هي هيك او هيك. زينة، نحن بنعرف قد ايه بتحضري انت لكل دور بتأدي، قد ايه بتتعمقي بالشخصيه وبتهتمي بكل التفاصيل لدرجه انه بتقري وبتحضري افلام وبتراقبي الناس عن بعيد بس لا تدرسي الشخصيات وتجمعي يمكن معلومات ممكن تستخدميها بتجسيدك لهالدور. هالشيء قد ايه بخلي انه تطلعي من الشخصيه صعب عليكي؟ بعرف ما هي من التحديات اللي بتواجهيها كثير، هي مشكله it's a personal problem، يعني ما في كثير صعب لاطلع، بتعلق بالكاركتر وبياخذني اوقات انه كم جمعه تقدر اطلع منها، بس بعدين بحس مع الوقت خلص بتعود، بصير انه اوكي فت بالكاركتر صارت لازم تطلعي يعني as soon as you finish. It's a big challenge، وبذات الوقت بتفيدني لانه كل وقت التصوير، يعني let's say عم صور 4 أشهر، خلص في state of mind معين انا فيه لازم ضل فيه، يعني بكون دائما مركزه. يعني زينة مثل منيح ولا منيح ولا منيح ولا مثل كثير من اللبنانيين واللبنانيات عندك انفتاح للثقافة الأجنبية. نعم. ما هيك إذا عم نحكي أوروبية أو غير، بتتابعي مخرجين، بتتابعي أفلام، عندك ثقافة هون وهون، مش إنه بس شرقي أو بس غربي. مزبوط. بس بحس بركي عندك يعني مزبوط عم تشتغلي بأعمال مهمة كثير عربية لبنانية، بس بذات الوقت الاشياء اللي بتحبيها شخصيا، الدايركتور اللي بتتبعيهم، الاشياء اللي عبالك تعملي لاخراج، لانه رح تضلك تقومي بالاخراج، هذا ماشي حطيتي على جنب. ايه ايه اكيد، هلا فور ناو على جنب. هونيك بتروحي باشياء اكثر يوروبيان. يوروبيان ايه. كيف كيف بتميزي بين اثنين، وكيف بدنا نحن ما ضروري ان نحطك بخانه ما بتصور هذا المطلوب، ولكن كيف بنقدر نتابع هالشي؟ ما بعرف اذا هالشي لصالحي كمان، انه مش تشتت رح اقول، بس في كذا بارت فيه، يعني في اللي بتحب هيدا الشيء، وفي زينه اللي بتحب let's say European movies وسينما مختلفه وعالم ثاني وام انتو فيري تيلز، هلا بيساعد هيدا الشيء، بس بفتكر اعطيني سنتين كون ركزت حالي بمطرح معين، عرفت عن جد شو بدي. هلا بعدني ام اكسبلورينج، عم بكتشف انا شو بحب. يعني بعده صراع دايم بداخل زينة بين الإخراج والتمثيل، أو اخترتي أي بالمرتبة الأولى بالوقت الحالي؟ بالوقت الحالي تمثيل. بحب الإخراج، عم فكر هلأ عم بكتب شيء حالياً، إخراج ما بعرف، بس إنه عم فكر تما أنسى هيدا البارت مني، فيلم قصير أخرج من وقت للتاني مش غلط، my own production بركة، بس for now بفضل أركز على التمثيل. وين الأفلام الوثائقية اللي كمان تميزت فيها بالماضي وحصلت على عدة جوائز؟ نعم. من أجله بنت نوت بروكن كان فيلم قصير. نعم. بحب موناكو فيلم فاستيفال بال 2013، هلأ عم صوره، هو ذاته فيتشر دوكيومنتري. عم توسعه اللي 4 أشهر مبلشة وموقفة لأنه كنت بغير تصوير، بس عطي حالي آخر هالسنة كون مخلصته كله. وهيدا اهتميتي بكل تفاصيله أنت، إخراج تمثيل كمان؟ إيه، لأنه it's a personal story. نعم. يعني شيء مرحلة حالة مرضية قطعت فيها من أكثر من 10 سنين، وحبيت أنها تكون كتير personal، يعني أحكي عنها وفرجي رشز من أساس أنا قطعة فيها، يعني كتير شيء شخصي.
اوكي هذا رح نكتشفه هالشيء. بما انه ما رح نقدر نفرجي المشاهدين مشاهد عن شخصيتك ب 24 قيراط يلي رح تبلش قريبا او هالاسبوع حتى عبر الام تي في، رح نشوف مشاهد من حبة لولو. خي لعبتي بتضلي هيك بهدلي حالك وبهدلي بنتك معك. بدك ما تصير سيرة بنتي على لسانك. مجتمع العالم القانون صح؟ لاير الله عطاكي جمال استفيدي منه. فهموها بقى، رجال ما بتهمون الا هيدي الشغله. مين بعتك رايو لي عكروت؟ ما بدي غيره. الو خفصة اللعب. ليكي هيدا الفيل؟ زينب بعرف انه عندك هيدي اصلا ذكريات حلوه لك، شفتك مبتسمه كل الوقت، الانطلاقه القويه بعالم السينما. عندك هوايات كثيره غير التمثيل، بتحبي تقري كثير، بتحضري افلام والرقص وهلا الرقص الشرقي بتضيفي عليهم، بتحبي الهندسه كمان. وسالوكي اذا حابه تدرسي شيء غير التمثيل والاخراج، قلتي حابه تدرسي السايكولوجي او علم النفس. وين بتفيدك هالدراسه بالاخراج والتمثيل؟ كيف ممكن تستفيدي منها؟ بتفيدني بالحياة أول شيء كتير، خصوصا أنا كتير براقب عالم وكتير بحب حالي لأدرس. بالتمثيل والإخراج، لأنه بالتمثيل لما تقري كاركتر تتعمقي أكتر من أول وجديد، تتعمقي أكتر، فبدك تدرسي الحالة النفسية تبعه حتى يعني ديتيلز كتير صغار. وبالإخراج كمان سايكولوجي تبع الممثلين، لأنه مش دايما الممثلين بيكونوا يعني، في ممثلين بدك تكنيكس تتعاملي معهم بيكونوا صعبين، فبالاثنين. وكيف كان تعامل مع الممثلين يعني ضمن 24 قيراط؟ كانوا هن بلشوا ويعني انت التقيتي فيهم كلهم سوا قبل التصوير، او وصلتي على السيت وتعرف يعني تعرفتي على السيت وكانوا هن بلشوا؟ لا كانوا بلشوا، بس في باسم مغنيه مثلي معه كمان ثاني مسلسل، سو خلص يعني مرتاحه معه. ولكن كان في اسماء كثير كبيره، نجوم كبار يعني عندهم سنين خبره، هالشيء بشكل تحدي اكبر لك او بتحسي مسؤوليه اكبر او دافع اكبر حتى تعطي اكثر لما بتكوني امام ممثل بهالمستوى؟ بحب اطلع من البوزيتيف سايد، اكيد تحدي ومسؤوليه، بس اكيد دافع، يعني دافع كبير لاعطي الفل بيرفورمانس عندي، لانه عم تمثلي حد ناس كثير مهمين، يعني كل شيء ثلاثتهم سوا ريسبونسابيلتي كثير كبيره، لانه مش عم تلعبي يعني. وبذات الوقت لا دافع حلو، اتس ا بوش. مين الممثلين؟ لانه يعني عم نحكي انه تخرجتي من كم سنه قليله، وبكم بهالكم سنه صار عندك اعمال حلوه كثير، ودغري صرتي من الممثلات يلي صرنا عم نتبعها وعندك اعمال مهمه، بس اشتغلتي مع كثير ممثلين مهمين، مين حبيتي العلاقه معهم؟ كلهم بصراحة، بس ما بنسى لأنه بركي أول فيلم تقلى شمعون، تقلى مدرسة، شخصيتها على كل حال شخصيتها بتجنن كثير حلوة، نحن استقبلناها شيز أميز يعني، لهلا بعتبرها أمي، لهلا إذا حكينا بقلها ماما، يعني بعدنا أيام حبة لولو إنه هي أمي، فعندها كثير بيج إمباكت، وكل اللي اشتغلت معهم لهلا بصراحة. خلينا نحكي شوي عن عملك بالإخراج، تميزت كمان بعدة أعمال وكان في مشاركة لك بإخراج فيلم وينون. نعم. خبرينا شوي. وينون هو فيلم طويل، فيلم سينما، إنتاج الـ NGO، وهو 7 فصول 7 chapters و 7 different directors. أنا كنت أحد المخرجين على هذا الفيلم، كان معي تقلى شمعون بتشابتر تبعه لليان نمرة، هو عن المفقودين بالحرب، يعني منه دوكيومنتري بس تحضريه بتحسي منه فيل، يعني منه فيكشن كثير ومنه وثائقي بذات الوقت، دوكي دراما بفتكر، يعني ماخوذ من اشياء صارت. نعم. ويعني نعم. مقتبس عن احداث حقيقيه، عن احداث حقيقيه المفقودين بالحرب، وبنشوف صراع 6 نسوان عن شخص فاقدينه، وبعدين باخر الفيلم نكتشف انه في لينك
بيجمع كل النسوان بهذا الشخص. كان لازم نقول هالشيء او في ناس بعد ما حضروا الفيلم ما حيعرفوا شو اللي لا ما رح يعرفوا. انا بدي احكي البير وانت بتوافقني الراي اكيد عن لوك زينه مكي، هيدي من الاشياء اللي ميزتك كمان من البدايه. عندك طلي بتذكرني انا شخصيا وبتصور كثير من المشاهدين بنجمات الشاشه القديمه وبالاخص الممثله القديره الراحله سعاد حسني. ابشر حبه رائعه. وهل راح تتابعي بهال الميزه اللي عندك او راح تنجرفي مع الموضه الدارجه مع التجميل والطبقه نسخ الاصل؟ نو بحس راح احافظ على هالشيء وهالشيء اخذته من امي. امي كثير اصلا امي كثير بتحب سعاد حسني. يعني ما عندك مشكله يكون عندك ديفو معين أكيد بالوجه؟ لا انا بحب الديفويات بالوجه. يعني عن جد بيعطوا لكل حدا شيء بيميزه، يعني شيء بيميزك عن غيرك انه انت ما بعرف حدا عنده عظم منخار او حدا سنينه دافشين او بحب هالشيء. في كثير من النجمات يعني بالعكس فاتوا، يعني هل هن ممثلات عظيمه ايه او لا؟ مش هذا السؤال، بس في كثير ممثلات بنحس انه عمليه التجميل والهالستار شيب اللي عندهم اياها، هالستار ستاردم اللي عندهم اياها، يعني اهم من التمثيل، اهم من الشخصيه. يعني في حفاظ اكثر على الميك اب البيرفكت وعلى يعني اللوك وعلى الشعر، يعني اخذوا الدور على شكلهم. طب على شكلهم بكل بساطه فينا نكون صريحين كثار كثار وعم ياخذوا ادوار بطوليه من دون خبره او حد ادنى من الخبره بعالم صحيح. التمثيل وفي اعتراض كثير عليها، مش بس من قبل المحترفين بهالمجال، كمان من قبل المشاهد اللي صار يعرف يميز بين ممثله محترفه بتستاهل الدور وممثله ما بعرف كيف حصلت على دور. بدنا ننتقل نحن وياكي زينه للوول اوف فيم حتى تمضي لنا، بتصور كنت معنا قبل بمره بهالوقت. بدنا نحكي عن اعمالك القادمه. هيدي انا في عملين او عرضين عم تدرسيهم حاليا على مستوى عالمي، خبرينا. برا لبنان، برا الوطن العربي، بس في يعني في كذا اوبستكل هلا بطريقي عم بندرسوا. انا دائما عندي السلام شيء كثير مهم. هذيك المره كتبت شيء عن السلام. بتهمك العالميه زينه؟ هذه من اهدافك؟ ولانه ما عندك سبيسيفيك لوك، يعني بتصور فيك تتمثلي بسينما بمستوى عالمي، سينما اوروبيه، سينما غربيه؟ اكيد العالميه، انه ما حقول عالميه بس انه مثل برا لبنان لانه اكثر حقيقيه، مش لبنان تحديدا بس انه الوطن العربي. هيدا هدفي. يعني حتى هدف ورسمته قدامي، عم بدرس قد ايه ماي بلان كيف خطوات لتوصلي لهالهدف، لانه في هن حقيقيين اكثر. بزعل اقول هالشيء بس حتى الماضي، يعني ما بعرف ذا سبجكتس اللي بيحكوا عنهم الممثلين، يعني ما في وحده عندها مشكله تطلع بلا ميك اب. يعني عم بقول لك عن تفاصيل صغيره ولكن بتعمل فرق كبير. نحن بنتمنى لك التوفيق باي عمل بتختاري ان كان تمثيليا او اخراجيا. نحن اليوم مثل ما بتعرفي خلال شهر رمضان المبارك، قد ايه بيعني لك هالشهر وكيف بتقضي هالفتره من السنه زينه؟ للاسف دائما بكون بعيده عن اهلي بهالفتره. يوجوالي دائما بتكون بالكويت عند اهلي لانه جو عائله وهيك. هلا بعد ما خلصنا تصوير سو بقي بلبنان حاليا لخلص تصوير 24 ايراد ورجع مسافره على الكويت فور 2 ويكس. الكويت سألناها لزينة ما بتعرف شو بيصير بعد بآخر حلقة من حاولنا ناخذ سكوب مشاهدينا ما زبطت معنا ما قدرنا. يعني بعد في اشياء بتعرفوا بعد التصوير والمفاجآت رح تبقى ونحن بعدنا مبلشين، يعني انجا صاروا كم بعد في الحلقة 31 اللي ما حدا بيعرف نهايتها. ما حدا بيعرف شو فيها، هولي رح نكتشفهم. بس مبروك على نجاح يلي عم بيحققوا هالمسلسل. جود لك فور يور كارير. ميرسي. يعني عارفة حالك شو بدك وان شاء الله تقدري ستيب باي ستيب فشخة بعد فشخة توصلي للي بدك اياه. ثانك يو لك زينب، بسطت بالحديث معك وبنشوفك قريبا ان شاء الله بعمل جديد. ونحن بنشوفكم مشاهدينا بعد هالبريك القصير مع اخر محطه ضمن مطعم ام تي في.